يا رب محمد. يلا ربعنا الله يعافيك. ما شاء الله انتم كل واحد عنده قصيده وتتحفونا وتتحفون المشاهدين بقصائدكم وكلامكم الطيب. طبعا نبدا في القصيده الوطنيه عند مبارك نايف ابو ظهير، حياك الله. يا هلا يا ابو محمد، انت لك مده غايب عنا، وين هالغيبه؟ والله الغيبه انشغال نفسي، يقولون ما طول الغيبات جاب الغنائم. جاب الغنائم يا حبيبي، الله يحفظك. انت شوفتك غنيمه والمشاهدين، حياك الله، تفضل. الله يجزاك خير. فهذه القصيده اقول فيها: لا الام بعشق بنت الطيبين، والله اني في غلاها لا الام، بنت في عيني تزين وكل عين من عرفها بالفعل يا ناس هام، هام فيها عشق وهيام وحنين، غير هذا تستحق الاحترام، هي غلا يغلى من الدر الثمين، هي غرامي اي نعم كل الغرام، وهي لها غيري كثير العاشقين، بادلتهم حب واشواق وهيام، ما اغار ولا يجي قلبي حزين إلا أفرح حيل في هذا الكلام، من خبر بنت إذا كبرت تزين، بالعمر لو وصلت 60 عام، عمرها 60 لكن ما تشين، بالوصايف كنها بدر التمام، ما عليها من تجاعيد السنين، ومن عشقها ما عليه من الملام، هذه دار الكرام الأكرمين، ديرتي دار الحشيمين الكرام، لولا خوفي من إله العالمين كان أسميها أنا الأرض الحرام، ولولا خوفي من إله العالمين كان أسميها أنا الأرض الحرام، طاهرة والناس فيها طاهرين، شامخة بالفعل عالية المقام، يوم جاها من حمل حقد دفين، اللئيم وزمرته مثله لئام، كان كل الشعب قاسي ما يلين، ما تراجع ما يحب الانهزام، وهي بعد يوم احتلال الغاشمين زعزعت في عزمها جيش الظلام، مرت بآهات والام وأنين، وصمدت رغم الملمات الجسام، في ذرى شيخ وولي عهد أمين، ردوا الهيبة على أرض السلام، واستمروا في عطاهم مخلصين، وعلمونا كيف معنى الالتزام، ذكرهم باقي ولو هم ميتين، جعل يسقي قبورهم وابل غمام، وهذا حنا من 90 لين وقتنا الحالي، وحنا في وئام، نخلص ونبذل عليها محافظين، والفضل لله خلاق الأنام، آمنين وحامدين وشاكرين، مطلقين بجوها سرب الحمام، قادها رغم الحسد والحاسدين، الأمير الغالي الشهم الإمام، شيخها شيخ الشيوخ الغانمين، الحكيم القايد الفذ الإمام، لين خلاها مثار المعجبين في المحبة والوفاء والانسجام، واصبحت درة تسر الناظرين، يا سلام الله عليها يا سلام، هذه محبوبتي دايم تزين، لو توصل بالعمر 2000 عام. سلامتكم، سلمك الله، صح لسانك، صح ومحبوبتك ومحبوبة الجميع ومحبوبتنا كل أبونا، الله يعطيك العافية على هذا الشعور الطيب. وذكرت الشيوخ اللي توفهم الله يغفر لهم ويحيي إن شاء الله الباقين لهم طولة العمر، والله يعطيك العافية على هذا الشعور الطيب. مشاهدين الكرام، مع هذه الفقرة نرجع للشعراء المشاركين معنا. أبو سعد حياك الله. حياك الله يا أبو محمد. العزيز الفدغوش، أن دائما معودنا على القصائد والقصص الجميلة، أنت إيش رأيك اليوم عندك قصة؟ إذا عندك قصة نبي نسأل شاعر ثاني عشان نرد عليك. إذا عندك قصيدة موجود، تبي قصة ولا قصيدة كلها موجود. خلنا نسمع قصيدة حسن الوطري وبعدين نرجع لك عشان نسمع. ما عندك أي مشكلة. حياك الله يا حسن الوطري، الله يحييك. حياك أبدا. شو يقول؟ إيه يا الدرب الطويل اللي مشيت ولا تعبتك، ابتديتك وانتهيتك عزم بالباس الشديد، يا قصيدي يا قصيدي والله اني ما حسبتك، ما حسبتك راس مال ولا حسبتك لي رصيد، ان تدري كل ما تطري علي قمت وكتبتك، اكتبك من شان غيري يا قصيدي يستفيد،
وانت يا قاف القصيدة اليوم لا مني ندبتك اخضع الهجسي ولا تصبح على هجسي عنيد لا تعاندني لا تعاندني وانا اللي بول الطرقة شربتك والله اني مروضك لو انت مع غيري مريد والله اني مطوعك تطويع خيل الله هذبتك صرت انا الخيال في الميدان والميدان ميد ابدعك من جاس صافي والله اني ما سلبتك ما سلبتك من حلال الغير يا العقد الفريد يوم غيري ينهب الافكار والله ما نهبتك ما تشابه نهج غيري منهجي يبقى وحيد وانت يلي تحسب اني يوم عرفي لك كسبتك وانت صاير مثل حربة سم في وسط الوريد والله اني في حياتي من عرفتك ما رغبتك جيت هم ورحت هم ودايم من همك يزيد كد نصحتك تبتعد عني ومع نصحي طلبتك لا تقرب صوب هجسي مير عيا لا يفيد أنت مثل الروض أنت مثل الروض لا من جاز لي يرضك ونبتك راح تسلي خاطري بالروض يا النبت الجديد أنت مثل الروض لا من جاز لي يرضك ونبتك راح تسلي خاطري بالروض يا النبت الجديد كل ما تطري عليه ماضي الذكرى جذبتك من هجوس تصطفق مثل الدلي بكل حيد أنت أنت جملة ناقصة إعراب أنت جملة ناقصة إعراب وأنا اللي عربتك مبتدا عقبة خبر وإن الخبر بيت القصيد سلامتك سلامتك بن اسمعنا وشاهدنا سلامك الله صح بدنك صح مبتدا وخبر ها مبتدا وخبر هذا اللغة العربية إيه الإعراب الفعلية مبتدا الاسمية مبتدا الجملة الاسمية مبتدا وخبر الله يعطيك العافية الله يعافيك ويرحم والديك مشاهدي الكرام مع هذه الفقرة أبو سعد قبل لا نسألك نريح مع بالألغاز من عند اللغز تغيم تفضل نعم طبعا عندك لغز الله الله نسمع لغزك يقول يا الربع وش غبيلة ما تعدد ولو جمعت الكتب ما حصت عددها تقفي أو تقبل وبس دايم تردد وعجز تميز بنتها من ولدها من ولدها ما شاء الله ها ابو سعد بس انك اذا انت عارف ابو سعد خلينا نسال الربع ها والله انا عندي ربع ما ادري تصيب ولا تخيب خلك ابو سعد انت دائما حلال الغاز ما شاء الله دائما رمعته بال 90 ابو صافي يقول بال 90 الظاهر نعرف والله تعيد عيده مره ثانيه يقول يا الربع وش غبيله ما تعدد ولو جمعت الكتب ما حصت عددها تقفي وتقبل وبس دائم تردد وعجز تميز بنتها من ولدها ها عندكم ابو لا احنا نسالك انت انا اقول قول رمعتك ما يمكن تصيب يمكن تخطي ربما هي وين قربها زين لا ما في تقريب لا ما في تقريب الوطري والله اللي بنتها ما تفرقها من ولدها ما لها عندي انا سنه ما لها سنه لا. انا اتوقع انها هي واضحه يعني مبارك اكيد واضحه وارد اللغز وارد 100% صار وارد اكيد اي لا وارد ابو يعني خلنا نسمع ابو سعد شو يقول والله انا رمعت يقول سموه النمل ولا ما الله 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 صحيح ترى صح اي فعلا ترى واضحه يعني ان النمل ما تعرفه وارد ما ادري على العموم الله يعطيكم العافيه على الالغاز ونرجع مع ابو سعد تفضل ابو سعد انت عندك قصيده ولا عندك لغز ولا تفضل ولا عندك قصة مثل ما تفضل مثل ما تعرفون قبل عند القبائل كل قبيلة معاهم عارفة العارفة هذا يعلم الشباب الصغار العوايد والتقاليد ويفصل بين الناس اللي عندهم مثل المدرس يعني مثل بين مشكلات هو يعتبر مثل القاضي العارفة مثل القاضي ففي أحد القبائل عندهم لهم عارفة وشيخ القبيلة هذا كل ما يروح مشوار أو قافلة أو كذا يأخذ معاه العارفة ويأخذ معاه عيالها الصغار على أساس يعلمهم يتعلمون من العارفة يتعلمون من العارفة ومن الناس الأفذاذ والوجهاء اللي معاه في أحد المهم الرحلات كانوا لما أمسوا بجنب لهم قبيلة شيخ القبيلة الثانية عرف أن هذول ناس مسافرين فأرسل عليهم قال ترى عشاكم عندنا راحوا الجماعة وطبعا يوصي انت العارفة يوصي الشباب
للتقيد بالسلوم والعوايد، ان الواحد من ضمن العادات اللي معروفة عند بعض القبائل انه لما يقدمون الواجب والذبيحة ما يأكلون عين الذبيحة، فكان هذا من توصية العارف ان يقولهم ترى عين الذبيحة ما توكل، لانه اذا كليتوا عين الذبيحة راح يذبحوا لكم ذبيحة ثانية. هذا طبعا سلوم بعض القبائل. سلوم بعض القبائل نعم نعم. فلما قلطوا تعشوا، طبعا من عوايد بعض القبائل انهم مثلا الليت يطفونها او اساس ان الضيف ياخذ راحته بالاكل، ياخذ راحته بالاكل. فهذول لما طفوا الليت وكذا العارفه نفسها ثري دنت نفسها على العين وطق عين الذبيحه وكلها. لما شبوا وضوا الدعوه تضايق، انت يا المعزب جاي بيذبح ذبيح، تكلم شيخ القبيله قال ضيفتك وعزيمتك وافيه وكذا، لكن هذا معانا جهاله يمكن واحد من الصغار وكذا ما يعرف السلوم وكذا. المهم عدت، لما راحوا هناك يحجي وهذا من يبي يعرف من هو اللي كسر هالعادات والسلوم، وهم متوقعين انه واحد من الشباب الصغار، ما عرف الرجال هذا كان في دينه. يوم انهم صلوا المغرب قال يا الله اني اوهب بمعرفه هالشخص اللي كسر العوايد وكل عين ذبيحه هالربع وبغى يغرب لهم يسوون ذبيحه ثانيه. المهم هم قاعد يحشون للخيل، انقرص واحد منهم العارفة بالمكان اللي نصب علي اخذ فيها اللي كلف عين قرص انقرص تاكد انه هو، وساله قال الرجال ان هذا اللي حصل. فقال احنا جايبينك انت تعلم الناس العوايد وانت اللي تكسر العوايد، ففي عاد ابيات على هالمضمون هذا يقول يا معلم الاحفاد عادات الاجداد وسلومنا وعلومنا والتقاليد، وراك عنها حت يا قرم الاولاد وخللت ميزان الهدف والمقاصيد، خلفت يا غدلزده سلم الاجواد وعرضتنا حتي الخطا والمناقيد، عرضتنا عند العرب كل نقاد ولوم وعتاب وذم ناس حواسيد تنهى عن المحظور، وثريك معتاد تطرق حماه وتتهم للمقاريد ترمي بخطاك الغير، مانك ابن الشاد حتى كشفك بفيضه الشيح عربيد على ملامه ربعنا تجهد اجهاد وهجرك على المثلوم، صدر ومواريد صغت ضعت وتبعت ضعت وتبعت ضعت وتبعت اوهام نفسك ولفاء عرفك بعادات الفخر والتحاميد، وش عاد لو تدرك مفاهيم الامجاد خلفتها بمضمون فعلك بتاكيد ما دام نفسك للهزيلات تنقاد مالك مسار في مدار الصناديق. سلامتك صح لسانك صح صح. دائما ترى العوايد كل قبيله لها عادات. نعم نعم صحيح. نعم حتى في نعم. في نعم في بعض الدول بدون ذكر اسم في يقول لك انهم ياكل ويعطي اللي وراه الرديف. اي نعم الرديف نعم. يعني هذه بعد من ضمن عوايدهم. من ضمن العوايد صح. على العموم صح لسانك يا رب. صح الله. خلونا نريح مع الربابه ابو صافي يتغيم. نعم طبعا. يقولون بعض الربع يقول اطربنا ما ادري. خلنا نريح مع الربابه ان شاء الله. كناها
ضيعت وسط الملاوي حوارها فيدار بقيط عن انتحنا وسط الملاوي حوارها في دار بقيط عن انتحنا مبعد ما شافت الزولة حراوي خمت نجعان إله منا شافت الزولة حراوي خمت نجعان إله منا ومن صادق من قال مات في دار المناوي من هو اللي جاه كل اللي يتمنى صح لسانك يعطيك العافيه. مليل القصيده هذه لي طال عمرك. صح لسانك يعطيك العافيه. صح بدنك. نرجع مع مبارك. مبارك نايف ابو ظهير حياك الله. يا هلا فيك يا ابو محمد. نرجع لك عقب ما سمعنا الربابه وش يقول مبارك. ابشر. القصيده هذه اللي بقولها انا تراها قديمه يعني لا تاخذونا عليها. يقولون قديمه كتديده. ها إيه نبي نقول لا ما في اذا هو بيتغزل ترى يقول دار الزمن والله جيتي ذليله بس ليه جيتيني بهالوقت بالذات جيتي وندري فيه جيتي عليله فجاه وانا قاعد اعيد الحسابات واقول لو جتني حزينه دخيله يعني ابنسى ما جرالي وما فات هنا لتالله البيادر محيلة ما عاد باقي أرض تزرع شجيرات موسم حصاد السنبلات الهزيلة سنين جد وممحلة والخضر مات يا سيدة ليل الوصال البخيلة أبسألك ليه الهلا والتحيات وبسألك كيف الليالي يا ليلة عقبي وكيفك بالليالي الطويلات وبسألك كيف الليالي يا ليلة عقبي وكيفك بالليال الطويلات طرفك وروحك من قتيل وقتيله بينك وبينك عايشه مثل الاموات طرفك وروحك من قتيل وقتيله بينك وبينك عايشه مثل الاموات ماني من اللي كل برق الحلم عرفه ينتهي بعد ليله والفجر يبقى مفعم بالحكايات ماني من اللي كل برق يخيله للوسم وقته ونعرفه بين الأوقات فيما مضى قالت عقول ثقيلة إن الزمن لازم تجي فيه دورات الظلم يوجع وفطني يا لصيلة وأنا ترى ماني بحاقد وشمات اليوم يم الناعسات الظليلة عقب البطاء جيتي تبين المراضات تدقيل قبلي من سنين طويلة من لا تقاضى حي يقمح اليمه هذا مثل صح لسانك صح بدينك هذا مثل يقول حلوم شلون حلم جيت بحلم والله ما ادري لكن هو حلم ليالي اقول يعني انا الحلم ينتهي كل ليله يجي حلم صحيح هو يقول خلي تجيبه حلوم الليل يوم يتبهم تسريبه يعني الحلم دائما صحيح دائما ترى الحلم دائما يجيب سبحان الله يتخيل الانسان ولو ان بعض الحلوم الواحد ودك انها ما تصير صحيحه يقول علي اللي يقول الحلم يجمعني بكم كل ليل يطوي بعد يقول ما بين الاثنين
صح لسانك يعطيك العافيه. ترى الغزل يقولون فاكهه الشعر. نعم الوطني يفتح مجال للشباب. حسن تفضل. والله انا يا ابو ظهير هيضه وفتح لنا باب. والغزل مثل ما تقول غذاء الروح كما قيل. يقول يا مسوي الفنجال كثر بهاره صبح عسى يطرد كثير الهواجيس خولان ما بين الحمار وشقاره يبعد خواراس همومه مراويس اللي يهجوسه بين تاره وتاره تروح عريا مير ترجع متاريس عليك عليك اللي شب الجوف ناره اركى عليه صاليات المحاميس كنه على التعذيب يبقى الصداره راهي وانا ارهب الصبر والنواميس كنه على التعذيب يبغى الصدارة راهي ونرها بالصبر والنواميس هو يدري إنه بالغلا ما يبارى اللي ملك قلبي وكل الأحاسيس يا شبه صفرة لبست يوم غارة يا شبه صفرة لبست يوم غارة لجات حثلوم السبايا كراديس زملوق واسمن ناعم في قراره يميل لهبت عليها النسانيس يا كبر منزلته والأكبر وقاره وغيره من إحساس المشاعر مفاليس قلبي يسوق الرجل لأطراف داره أقبل عليه وتعترض لي عواميس اللي على الغرة تسوق البشارة أهل النمايم والوجيه المعابيس مرددين الهرج في كل حارة شذابة العرقوب راكبهم إبليس سلامتك وسلامتك المشاهد المسلم. سلامك الله. تقول هرجنقفة ها؟ إيه اللي على الغرة يسوق البشارة أهل النمايم والوجيه المعابيس إيه ذاك يقول الله يحسبي عليكم ناس أرجلقفة ما تخلونه أرجلقفة عندكم نوماس له قليل تزيدونه صح لسانك يعطيك العافية الله يعافيك. احنا نبي نسألكم عن بعض المفردات اللي يقولون عنها الحداثة شنو الحداثة يا أبو سعد الشعر في حداثة أو شيء والله شوف هو المفهوم العام للحداثة إن الإنسان يكون مواكب عصره يعني أنا أحدث المفردة اللي أستخدمها يعني أنا ما يصير أني أستخدم الحين كلمات مثلا انقرضت أو عفى عليها الزمن أنا لما أكون مواكب عصري واستخدم المفردات اللي استخدمها المجتمع اللي أنا عايش فيه إذن أنا هني قاعد أكتب حداثة وأكتب أما الحداثة اللي يطلق عليها اللي هي تتخلص من قيود الشعر كوزن وكقافيه وكذا انا هذه ضدها وماني معها. يعني انت مو مع انت مع مع تحديث المفرده تحديث يعني. المفرده حتى تواكب عصرك اللي تعيش فيه. نعم ابو صافي. نعم هو كلامه صح انا ايد كلام ابو سعد وهذا هو الصحيح. بعض الناس يقول لك لازم تحدث طيب هذا تراث لما تحدث فيه بعض الناس يعني تلقاه لو يحدث بس شيء يخربه. اي نعم فانت تايدون كلام ابو سعد اي بالله نعم انا ايده والله ابو انا ايد كلام ابو سعد في جزئيه وجزئيه اضيف عليها جزئيه اذا سمح لك اخوي ابو سعد انت تقول ان انك هذا موروث واذا حددت انك تخربه الموروث بماضي الازل كان خلنا ناخذ عن وسائل النقل بالماضي كانت وسائل النقل هي الذلول الابل اي نعم نعم الابل إيه؟ فيقول يراك من فوق واضحة من الهجن وما شابه ذلك لكن اليوم هذا لما تقول أو يقول أي شاعر يراك من فوق عرماس المتلقي ما يتقبله قصدك أنه يعني إن لأن هذه هي الحداثة حلت مكان السيارات يعني. نعم جاء من عقبها السيارة جاء من عقبها الفاكس جاء من عقبها الحين هو تقريبا أسرع شيء الواتساب كل مرة كل حنا يا شعراء هذا العصر حنا المواكبين للحداثة والتطور بالشكل الصحيح. العموم يعطيك العافية مبارك. ايش تقول الكلام الربع؟ كلام أنا والله أيدهم هو في فرق طبعا بين الحداثة والتحديث. الحداثة تغافل حالها.
يعني غير اما تحديث المفرد انا ويا تحديث المفرد صراحه، لان مثل ما قال ابو عبد الله لا انا الزمن يتطور. ايش رايك في الشعر الحداثي يعني اللي يقول الشعر الحداثي؟ انا ما احبه كلش يعني. انت مو معه؟ لا ابد مره. في العموم الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ونرجع مع فهد شريد. فهد حياك الله. الله يبقيك محمد. قلت لي قبل شوي قبل ان ادخل الاستديو ان عندك قصيده عن الغربه. اي نعم طال عمرك. الغربه يقول الغربه مره ها؟ اي نعم طال عمرك. تفضل. يقول يا دير ترى دار مدري الضريبه ينفرقه شمله الحبيب وحبيبه قلبي يبي داره لا هي قريبه والله عالم في خفا كل مخلوق يا دار باكر لا خذيت الشهاده وكل على ما قيل حقق امراده باخذ معاه سحله ليال السعاده بعنايه الله كل مطرود ملحوق يا دار بعدك شب فيني لهايب وجروح قلبي من فراقك عطايب ودي على شوف الوطن والقرايب في ديرة حقي مع الناس مفروق مطول حساب الوقت يلي تعده شطر نكاده للمثايل تعده راح 3 سنين روحه ورده والصدر متوديع الأحباب مخنوق تاخذني الذكرى مع كل طاري واسرح مع التفكير صبح وعصاري هذه سوات البعد ما هو اختياري لا تشرهون ان هل دمعي من الموق من جرب اللذات لا ما نساها يمكن يدن الهاشمية وراها والنفس دايم غارقة في هواها يم القلب نودع الزينة مسروق وتبدي اللي فوق جمر المليلة كل السبب بعد الخليل وخليلة بفراق مدعوج العيون الكحيلة سامر الهاجوس وشيلة طاروق لا والله هلا حدني عنك حادي ولو هي بكيفي ما بغيت البعادي بالميسة ملحامي تعرق أفوادي البعد يومي على كل معلوق أبطيت يا وبل القلوب المعاطيش طال الغياب ويبسن النشانيش قلبي مثل قفر عن الدوس مانيش ما يلتفت لو يسمع الباب مطروق محد نزل وسوطن القلب غيرك واللي منع غيرك تباشير خيرك غديت كالطاروح والقلب طيرك كل ما كفخ تردع جناحيها الاسبوق معادل بمصادم الضيق طاقة لو من ربعي طيبين الرفاق وش يذبح المشتاق غير اشتياق مجنون ليلة شق ثوبه من الشوق العمر يفنى والرحم مستديرة يلا بمانك يا عليم السريرة تكفي القدر شره ورجواي خيره حسناك مولاي والحي مرزوق سلامتك. سلامك الله صح لسانك. صح الدنيا طال. يعطيك العافية. الله يعافيك. تقول كل مطرود ملحوق. كل مطرود ملحوق. وسعد ايش رايك بكلمه كل مطرود ملحوق؟ والله لك بيت انت تقول ما كل مطرود ملحوق. طبعا انا عند اللي انت ذكرتني في بيت لي انا اقول للناس قالوا كل مطرود ملحوق كلمه تردد هالبشر بلسنتها اقولها وانا على القول مسبوق ولا في ديره هالبشر موطتها. طبعا قصيده طويله لكن ايش رايك في كلام الرجال كل مطرود ملحوق؟ ايش رايك؟ والله ما هو بشرط انه يكون كل يعني بعض الاشياء يعني هو مثل مطروق صحيح ان هذا المثل لكن ما كل قاية إن لما تبيها تلحقها وتجي حسب ما تتمنى. نعم. يعني ممكن إنك ما تلحق في بعض الشغلات ما يطردك شيء ما تقدر تحققه. نعم وصافي. أنا والله أيد كلمة كل مطرود ملحوق لأن هي تركب شنو على زمان الأول اللي طلعوها طبعا وقالوها بالبداية أن كل مطرود ملحوق هم يقول لك هذا راح وحنا وراه وين يبي يروح نبي نلحقه ويمكن يطول الوقت وما تلحقه يمكن هم يعني شوف الاحتمالات ابو محمد كلام يعني الاحتمالات يعني اقول لك عندهم انهم بيلحقونه اي انا اقول الامثال تضرب ولا تقاس يعني مو شرط ان كل مطرود لكن الامثال هذه امثال الوطري انا اقول ان المثل هذا صحيح 100% ولكن اللي اختلف فيه هو مفاهيم الناس الربع قالوا كل مطرود ملحوق بمعنى انه يلحق كذا هو قيل بنفس اللحظه كل مطرود انت اللي يطرد يلحقه رجال يلحق وراه كل مطرود ملحوق قيل بنفس اللحظه وليس مثل ما تقول على ابوه فتره زمنيه مثل ما تقول سابقه كذا الله يعطيك العافيه على هذا التوضيح في نهايه هذه الحلقه شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه تقبلوا تحيات الاخوه اللي بجهودهم وصلت لكم حلقه هذا المساء من مصورين ومخرجين وتقبلوا تحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر جابر عامر المري والتقي معاكم إن شاء الله في حلقة قادمة حتى يحين ذلك الموعد لكم مني أطيب الأوقات وأسعدها ومع السلامة.